الرابعة على التوالي شعارات جديدة والهدف واحد، لا للتمديد نعم للتغيير. كنت أتحدث مع الأستاذة نبيلة بن يحيى عن الفرق بين المصطلحات فيما يخص إسقاط النظام وإسقاط السلطة. تفضلي. شكرا جزيلا. يعني حتى نفهم المواطن، وهذه كلمة عبارة أو شعارات إسقاط النظام تداولتها بعض الأنظمة السياسية وخاصة من الدول الشقيقة، وانظري كيف انتهت إلى أوضاع كارثية. يعني نحن لا قدر الله لا نريدها في بلدنا، هذا بيتنا يجب أن نحافظ عليه من خلال الحفاظ على مؤسساتنا الاقتصادية وكذا الاجتماعية، وأين نحن نتفق أن هناك منظومات تقريبا فاشلة، وتكلمت عن المنظومة الصحية، المنظومة التعليمية، منظومة الخدمات الغائبة تماما. يعني تغيير الأشخاص الذي يهمنا، ليس نفس الأشخاص الذين كانوا موجودين في التسعينيات وفي هذه المرحلة هم نفس الأشخاص الذين يعيد تدويرهم مرة أخرى، وهذا استفزاز لهذا الحراك السلمي الراقي. إذن لابد من السلطة السياسية، لابد من النظام السياسي، لأن هذا النظام هو جزء من الشعب. يعني هؤلاء الذين فشلوا في تسيير الشعب من أين أتوا؟ من الشعب الجزائري، من هذا الشعب. إذا لابد أن نفرق بين كلمة إسقاط النظام التي لها تداعي أو نتائج وخيمة وخطيرة على الشعب الجزائري، وبين أن يكون فيه تغيير جذري لأشخاص يرفضهم تماما الشعب الجزائري، لأنهم فشلوا في ترتيب والوصول إلى أهداف تعبر عن طموحات الشعب الجزائري. يعني وهؤلاء الأشخاص يعرفون إسقاط النظام يعني هو مصطلح خاطئ. نعم، خاطئ وخطير جدا. جيد. النقطة الثانية كذلك، ما أنا يعني من الذين يتداولون على الفضاء الإلكتروني أو الفيسبوك، مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. اللي أصبحت تؤثر بدرجة تؤثر كبيرة على الشباب، خاصة الأفكار. يعني هناك تأثير كبير على منظومة شبابية، وأحيي أنا من هذا الموقع يتفاعلون معي وأصحح بعض الأخطاء الفادحة، مثل الجمهورية الثانية. يعني منذ كلمة يعني جمهورية ثانية أنا صدمت منها، من يعني فقط خلال الأيام الأخيرة هذه مع بداية الحراك الشعبي. نعم، على يعني نحن كان مطالب هذا الحراك هو تغيير المنظومة السياسية التي تعبر عن أشخاص فاشلون لم يستطيعوا حل مشاكل هذه مشاكل الشعب عموما بكل فئاته الشبابية وغير الشبابية. حتى عندما نتكلم عن الشباب، منظومة المتقاعدين، يعني كي يكون عندك واحد متقاعد ولا ويروح عند يعني البريد من أجل، يعني منظومة كلها مرتبكة ومربكة ولم تتخبط. يعني مشكل. إذن المشكل أين؟ هو في الفرد الجزائري. كان هذا الفرد، هذا الإنسان داخل السلطة أو خارج السلطة السياسية. يعني هل من أبسط الموظف إلى أعلى رتبة في الموظف، ها المشكل في هذا، في هؤلاء الأفراد. إذن يجب أن تكون هنالك رؤية ناضجة وواعية في وضع الشخص المناسب للرتبة المناسبة حتى يمكن حل هذه المشاكل. طيب، ماذا عن مصطلح كلمة الجمهورية الثانية فقط. يجب أن يكون فيه القول الفصل، لا وجود لجمهورية أولى وجمهورية ثانية. ماذا يقصد أصلا بالجمهورية الثانية؟ بمعنى الجمهورية الثانية يعني وكأنك تعيد ضرب كل القيم التي كانت موجودة في منظومتنا التاريخية. نحن من أين انطلقنا؟ من بيان أول نوفمبر. نحن امتداد لمنظومة تاريخية قوية يشهد لها العام والخاص. إذن شعار أو المؤسس لهذه الجمهورية هي جمهورية شعبية. ويعني انظر إلى شعار الجمهورية الشعبية الديمقراطية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إذن هي شعبية، لكن المشكلة ليس في هذا الشعار، ليست في مضمون الجمهورية. الجمهورية نحن جمهورية ديمقراطية بامتياز، لكن الذي خرق مبادئ هذه الجمهورية هم الأشخاص غير المؤهلين لقيادة هذه الجمهورية، أشخاص فشلوا في إدارة الشأن العام لهذه الجمهورية. إذن المشكل هو في الشخص، والشخص هذا يرفضه الحراك السلمي والحضاري. إذن المطلوب من الحراك
أن ينتبه وأن يفهم أننا يجب أن نثمن الكفاءة، يجب أن نرفع من الإطارات. هناك كما قلت يعني في تصريحات سابقة، هناك إطارات داخل الدولة الجزائرية هم شرفاء نزهاء، مثل ما هو موجود طبيب غير غير يعني هناك طبيب نزيه، أود أن أشير هناك معلم نزيه، أنه ليست كل أكيد الإطارات الدولة يعني فاسدين، لا لم نقل هذا، هناك من نذكر لأنه كلنا من الشعب الجزائري، كلنا من الشعب كما يجب ذكرت منذ قليل، يجب أن نثمن شيء الفاسد والصالح موجود في كل مكان. اليوم الذي طغى أو الذي طفى أو الذي وظهر في سطح هذه هم الفاسدون. نحن اليوم نبحث عن الشخص الذي المفيد الذي يصلح هذه المنظومة السياسية، وهم موجودين داخل قطاع داخل النظام السياسي وخارج النظام السياسي، هناك في كل يعني سواء داخل، وأنا كأستاذة في العلوم السياسية ذكرتها سابقا، في المؤسسات الجامعية هناك أساتذة مهمشين ولهم رتب راقية جدا، وحتى يعني شباب يعني وشباب خريجين شباب، والله من أنا من هذا المنبر صدقيني أدرس طلبة الماستر والدكتوراه، يعني قمة في العطاء البيداغوجي والأخلاقي إذن فلنترك المجال لهذه الكفاءات أن تحرك. ربما الحكومة الجديدة راح نشوف راح ننتظر إن شاء الله، وهذا ما نتمناه أكيد، بما أنه قالوا يعني رسالة الرئيس قال أنه تغيير جذري في الحكومة إن شاء الله الجديدة، ولكن ليس بنفس الوجوه رجاء يعني نحن ننتظر نعم. طيب بقي معي أستاذتي الفاضلة، فقط ينضم معنا في هذا النقاش الأستاذ ناجح مخلوف، ومختص في علم الاجتماع. مساءك سعيد أستاذ ناجح مخلوف، أنت معنا على المباشر. اهلا وسهلا، مساء الخير الاخت دنيس، ومساء الخير لكل متتبعي قناه. شكرا جزيلا لك. طيب استاذ ناجح، طيب نعم. اكيد هناك تحدثنا عن صور الرقي والحضاره للجزائريين من خلال رابع جمعه على التوالي، كانت مظاهر يعني راقيه استثنائيه شهدت بها كل الدول الاوروبيه العربيه. طيب لكن اليوم هناك ايضا امور اخرى بعيدا عن كل هذا، هناك مواقع التواصل الاجتماعي تاثيرها اليوم من خلال صفحات مواقع إلكترونية، هناك مصطلحات جديدة دخلت علينا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عليها مع الأستاذة نبيلة عن المصطلحات إسقاط النظام، إسقاط السلطة، أيضا ظهور مصطلح جديد له وهو الجمهورية الثانية. تفضل. شكرا الأخت دنيس. إذن قبل ما نمر إلى المصطلحات الموجودة على الفيسبوك المتداوله الان، دعيني فقط اذكر يعني انها اصبحت في الشعارات. نعم. استاذ ناجح مخلوف، نعم. نعم دعيني اذكر براهن اللحظه التاريخيه الذي تعيشها الدوله الجزائريه والمجتمع الجزائري، خاصه لحظه الوعي التي نعيشها بامتياز، والتي يجب ان ننبه انه الاستثمار في هذا الوعي الذي حدث منذ 22 أبريل إلى يومنا هذا، والذي يعكس المغلوطة القائلة بأن الشعوب غير واعية وبأن الأفراد غير واعية وإلى غير ذلك، ومن هذه اللحظة يجب أن نستثمر فيها. نعود إلى المصطلحات المتداولة على مستوى التواصل الاجتماعي، سأقرن هذا الأمر برسالة الجيش الشعبي الوطني، لأن الجيش كان في أكثر من مرة، خاصة الرسالة الأولى والأخيرة، أنه نوه إلى الوضعية التي تعيشها الدولة الجزائرية، والدولة الجزائرية ليست دولة معزولة عن العالم، بل هي دولة وسط مجموعة من الدول لها اتفاقيات، لنا أصدقاء ولنا أعداء، وبالتالي يجب أن ننوه دائما أنه هذه الثورات أو ما يسمى بالحراك الشعبي، دائما هناك أيادي، ربما أنا هنا لا أدعو إلى التخويف ولا أدعو إلى أنه نظرية المؤامرة، لكن يجب أن ننتبه أنه هناك من يستثمر في هذا المجال. أولا وعي المسيرات والحراك الشعبي، أكبر وعي يجب أن ينتبه إليه الشعب الجزائري هو رفض المعارضة إطلاقا مهما كان. النقطة الثانية وهو رفض كذلك بعض الشخصيات المحسوبة على النظام في مرحلة معينة والتي تعيش في الخارج. إذا النقطة الثالثة هي شعارات سلمية تقول جيش شعب خاوة خاوة. إذا هذه نعم أستاذ نجح، ما زلت معنا؟ نعم ما زلت معك. تفضل أكمل الفكرة.
نعم، إذا بعض الأطراف التي موجودة هي التي ربما لا علاقة أو ربما، ولذلك دائما عندما نحاول أن نبني الدولة الجزائرية أن نبنيها في إطار العقد الاجتماعي اللي هو الدساتير والقوانين، ولا يمكن أن نقول هذا المصطلح الذي يقول بإسقاط النظام، هذا مصطلح مدبر ومصطلح مفتعل، وبالتالي علينا أن نتجاوز. ولا أشك في أن الشعب من قال هذا الأمر، ربما هناك بعض الصفحات الأجنبية التي تبث به السموم ومحاولة أننا نروج إلى أفكار سوداوية، نروج إلى الرجوع إلى الوراء وليس إلى تكملة المسار. نحن اليوم أمام لحظة تاريخية قوية جدا، وعلينا أن نستثمر في هذا الوعي. من يستثمر في هذا الوعي؟ السلطة الأولى بحد ذاتها أن تستمع إلى هذا صوت الشارع وتستثمر فيه، ونحوله إلى إنتاج تنموي، إلى بناء جزائر الغد وليس الجمهورية الثانية. تغيير الوجوه الفاسدة في السلطة وليس إسقاط النظام. ولم لا محاكمتهم؟ لم لا؟ نعم المحاكمة هذه الأشخاص الذين يصطادون في المياه العقرة والذين يقولون بإسقاط النظام هم نفسهم الأشخاص الذين كانوا جزءا في النظام في يوم من الأيام، لأنه دائما معروفة سوسيولوجيا أن هذا الحراك الشعبي وهذه المسيرات يحاول أن ينطفي على ظهرها ويركبها بعض الأحزاب، يركبها بعض الأشخاص، ولا نقول شخصيات، لأنه الشخصيات الحقيقية هي من المتفكر الآن في بناء الدولة الجزائرية وليس هدمها. نحن نعيش لحظة وعي وقد زال زمن أفول المعنى، يعني الآن المعنى أصبح متضح، ولا يجب على السلطة أن تترك هذه اللحظة التاريخية وتحاول احتوائها وتحاول استثمار في هذا الشعب الراقي. هل تعتقد أستاذ ناجح أن الحكومة استطاعت احتواء هذه الأزمة من خلال خرجاتها الأخيرة وقراراتها الأخيرة باختصار سمح؟ تعتقد أنها استطاعت احتواء الوضع؟ نعم الأخت تميس، نحن الدراسات الأكاديمية والأبحاث العلمية. نعم انقطع الاتصال ربما. شكرا جزيلا لك أستاذ نجاح مخلوف مختص في علم الاجتماع. على كل هو يتابعنا أستاذ نبيل بن يحيى، لك تعليق على ما ذكره أو نواصل من حيث لأنه تكلم على نقطة مهمة ألا وهي احتواء الوضع بعد هذه المسيرات، لأنه أربع جمعات، خلينا تحطوا على ثلاث جمعات لأن بعدها لدهرت قرارات. هل فعلا الحكومة الجزائرية استطاعت احتواء الوضع أم خرجاتها كانت تعبر فقط عن أنها تتخبط وتراوغ فقط؟ يعني صراحة حتى لا يكون فيه نوع من الأحكام المسبقة، ما زالت هناك ضبابية تتميز بها السلوك السياسي للحكومة، يعني لا شيء واضح. يعني أتت بأشخاص هم كانوا داخل هذه السلطة، وطبعا فيه نوع من الاستفزاز وفيه نوع من 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 الرفض للشارع الجزائري، هذا يجب أن نقره. يعني هذا أمر واضح جدا. النقطة الثانية، الشارع ماذا يطلب؟ هذا الحراك ماذا يطلب؟ يطلب دولة الحق. انتهى شعارات دولة القانون، لأنه نحن منظومة تشريعية مدججة قوية بقوانينها، لكن اليوم نحن ننادي من خلال هذا الحراك بدولة الحق، بمعنى أن الفساد قد أصبح ظاهرة عامة في كل القطاعات، لكن يبدأ تغيير أو نبدأ بوضع منظومة نظيفة، منظومة تصلح ما أفسدته مجموعة معينة، وهي مجموعة محصورة في أشخاص معين، يجب أن يذهبوا، يجب أن يخرجوا من هذه السلطة وتغير بوجوه نظيفة كفؤة وهم موجودين. طيب حتى الشارع يتنفس السعداء وتتحقق دولة الحق، وهذا ليس بالصعب. طيب تعتقدين أنه بعد حراك أمس، لأنه كان الأعداد كانت يعني هائلة في كل ولايات الوطن وفي العاصمة، كانت مميزة، جمعة مميزة، جيد. بعد الجمعة اللي فاتت يعني كانت أكثر تميزا 8 مارس يعني بخروج النساء وحتى العائلات، تعتقدين أنه الحكومة ستمنح تنازلات أخرى بعد
الحركة الأخر اليوم؟ والله أنا لا أسميها تنازلات بل استجابة، لا ستكون لا في استجابة نبيلة. يعني حتى نتحدث يعني حقيقة، حقيقة لا أحد يتنازل. نعم الشعب يطالب اليوم بالتغيير الكلي والجذري. صحيح الحكومة يعني أربع جمعات يعني شهر كامل وهي تراوغ وتتخبط. نعم. يعني يجب أن يكون هناك تنازل. تحدثنا عن الفراغ السياسي منذ قليل في بداية النقاش، أنه لما الشعب يطالب أنه الحكومة كامل تروح راح يكون كاين فراغ سياسي. طبعاً الحكومة أيضا لازمها تقدم تنازلات. نعم. نعم يعني أنا أعتبر أن الحكومة ستعيد النظر في تشكيلتها الموجودة في هذه اللحظة وستستجيب لمطالب الشعب، لأن المطالب واضحة جدا وممكنة، يعني ما رأيش مطالب تعجيزية. يعني يجب أن يكون فقط في الحكومة الجديدة التي ستكون إن شاء الله بشخصيات أنا متفائلة جدا، بشخصيات ترفع من أو تقيم وترفع من هذه المطالب ونضع القاطرة في السكة السليمة.